اهلا وسهلا اخ خالد، انت معنا على الهوا. انا معك. اهلا السلام اهلا ونعمة. اخ خالد، من وين حضرتك انت اخ خالد؟ من الأردن اهلا وسهلا فيك حبيبي. حبيبي، تسلم قلبي. تفضل اخ خالد. انا معك. اختبارك يا خالد، انت معايبر يا خالد صح؟ طبعا اكيد. طب ممكن قول لنا جزء بقى من اختبارك، بما انك انت يعني قبلت عمل المسيح كده. امين يا رب. بالنسبه لي انا مثل ما قلت لكم انا عابر، لكن انا امنت بالرب يسوع المسيح من تقريبا 24 او 25 سنه، الحمد لله. نشكر الرب. بدايه انا درست بكليه الشريعه ودرست كمان، فكانت عندي امور بالنسبه للمناهج، في كتير امور كانت مش حقيقيه او في مداخلات يعني كانت مش صريحه يعني. تمام. وصلتني لمرحله انه يعني شك انه موجود اساسا رب، فوصلت لمرحله انه خلص يعني ما فيش رب بالوجود، او انه في بس لكن انا مش عارف طريقه. فصرت احاول انه بس يعني اصل لشيء، اصل اعمل شيء. الدراسات اللي درستها كلياتها فيها قربطه، فيها اشياء، في شيء عم بيناقض شيء، في شيء عم مش مزبوط يعني، فهمتني؟ لغايه ما بيوم يعني انا حسيت اخر شيء خلص اختنقت يعني. لكن في شغله هون، قال اذا ضاقت الصدور فعليكم باهل القبور. فكان بيتنا عربي، فحفرت قبر، هيك قبر صغير وكذا، وهيك قلت لحالي خليني اقعد فيه يعني، بركي هيك بتهدى نفسي وكذا، على حسب ما بيحكوا يعني، على حسب ما بنعرف يعني. لكن لما قعدت فيه انا غطيت حالي بحصيره او بشيء، لكن بعد شوي قلت لحالي شو عم بسوي، انا مثل مجنون يعني، بلا مؤاخذه يعني، ما بيعملش هالقصص هي غير مجانين. لكن انا مخنوق يعني، انا وصلت لمرحله خلص يعني انتهيت. لكن أخ خالد، ليه كنت مخنوق؟ بس وضح الفكرة، ليش كنت مخنوق؟ الفكرة لأنه أنا مش عارف أصل لشيء يعني يوصلني بالرب، يكون في علاقة بيني وبينه، فهمني؟ يعني أنا بدي يكون، أنا زلمة، أنا لازم أتعرف على ربي يعني. أنا أوكي، أوكي عم يعني كنت بعبد الرب، باحث. أوكي صلاة وصيام و و و و إلى آخره. وقبل كمان كنت يعني عم بقول لك أنا درست بالكلية ودرست، عرفت؟ ففي امور كثير يعني مغالطه يعني، في شغلات ناسخ ومنسوخ، في شغلات ايات بتنقض ايات، في اي حديث بينقض، في شغلات مش مزبوط. فوصلت لمرحله انه انا عم درس لكن انا مش قادر اعطي الحقيقه اللي جوا، انا مش مقتنع بشيء، فاقد الشيء لا يعطيه. ايوه تمام. ف بنفس النهار هيدا، لما انا يعني خلص وصلت، انا بدي اعرف ربي مين يعني، انا من حقي كانسان، من حقي انه اعرف ربي مين هو. طلع يعني اكثر ما هنالك، صرت طلع لفوق على السماء وقلت له اذا انت موجود اعطيني اشاره او اعطيني ايش. طب يعني صرت مثل مجنون، فهمتني؟ نفس اليوم اللي شفته انا مش عارف شو هو، منام او حقيقه او رؤيا، انا مش عارف لهلا افسرها ايش هي. شفت بالمنام مثل الإنسان، لكن من كتر النور أنا يعني مش قادر أفتح عيوني، وعم بمد لي إيده وعم بيقول لي مكانك مش هون، هذا الكلام اللي على كتفه حمامة بيضة. أنا يعني وصحيت، لكن قمت بس إنه دموعي على عرض خدودي عم تنزل، وحاسس بشيء مثل النار عم بيغلي فيني. وبلشت رحلة البحث وكذا وهيك، بدي أشوف يعني المنام، يعني هلا المنام بشوف الواحد مثلا ممكن إنه بعد 4 ساعات ينسى، ممكن إنه بنفس الوقت ينسى، ممكن إنه ما يتذكر، لا هيدا مطبوع بذاكرتي، في شيء من جوا عم بيقول لي دور، ليش هيك؟ ليش إجاك؟ ليش؟ فصرت أحكي مع العالم أو أحكي مع الشيوخ إنه مين هذا وشو صار. واحد يقول لي مثلا هذا روح الله بعته لك عشان يحميك، واحد يقول لي لا هذا شيطان متلبس بكذا، واحد يقول لي يعني كلام مش واقع يعني، مش مقنع.
فهمتني؟ لغاية ما شفت رفيق إلي كنت أنا وياه بفترة مسيحي، هو اسمه جورج الله يسهل عليه، ففي صداقة، علاقة صداقة بيناتنا، بس يعني ما في بيوم من الأيام يعني إنه أنا يعني عرفت شيء عن المسيحية أو هو حكى لي، أو إنه مثلا أنا حكيته عن شيء، أو يعني ما تحكيناش، خلص مجرد صداقة. فعم بحكي له الوضع واحد اثنين ثلاثة، بعد ما قال لي ليش متضايق وكذا وهيك، قلت له والله الموضوع واحد اثنين ثلاثة. فقال لي أنت عارف مين اللي إجاك؟ قلت له لا. قال لي إذا قلت لك بتصدقني؟ قلت له يا زلمة مشايخ ومش عارف إيش وما عرفوش أنت بدك تعرف. قال لي لا أنا معي. فطلع كتاب الإنجيل من الدرج وفتح لي على وقت ما تعمد يسوع المسيح مع يوحنا ونزل عليه الروح القدس بشكل حمامي، لكن هو عم بيقرأ، أنا عيوني عم تنزل دمعة من أول وجديد. أنا حسيت بنفس الإحساس اللي حسيته وقت شفت الرب يسوع. صدقيني ما بتصور النار اللي غلت فيني ورجعت تغلي فيني من أول وجديد، نفس كأني هلأ شايفه قدامي. قلت له بليز أنا بس بدي أخذ الإنجيل. قال له لا ما بعطيك يا. قلت له طب ليش؟ قال لي لا أنا بخاف تكبه أو تشق. قلت له لا. ومن هون بلشت الأحداث. بلشت أقرأ الإنجيل، بلشت يعني بلشت قارن، بلشت أشوف في أشياء، يعني كل ما أقراها بالإنجيل كل ما أحس أني عطشان لسه بدي أكتر من هيك. يعني شفت الأرض اليابسة، يعني الأرض اللي ما فيها مشققة من قلة المطر، نفس الموضوع كان شعوري، بس بدي أقرأ مش قادر أوقف. وكل ما أقرأ شوي أرجع مثلا أقرأ نفس الموضوع، أقول أنا مش قاري قبل مرة، بس أنا في شغلات أنا ما فهمتهاش قبل، هلأ عم بفهم عم برد برجع. فبلشت معي دراسة مقارنة الأديان، بلشت مقارنة الأديان والقصص كذا وهيك، والحمد لله إحنا موجودين وبنعمة الرب. الرب أنعم علينا بشيء إحنا مش مستحقينه. عايز أسألك على حاجة يا خالد قبل ما تسيبنا. أنت قلت إنك أنت في بداية اختبارك إنك أنت كنت مخنوق وكان صدرك مقفول. صحيح. وكنت بتدور على حاجة تشرح لك. نعم. صدرك. إمتى حصل إن يعني طبعاً أنت من كلامك ومن صوتك واضح جداً إنك أنت اتغيرت حالتك. إمتى اتغيرت؟ إمتى قلبك اتشرح؟ إمتى حسيت إنك أنت الضيق اللي كان موجود عندك اتشال؟ لما عرفت مين هو الرب يسوع المسيح وعرفت هو شو بالنسبة إلي، وصارت علاقة بيني وبينه. يعني علاقتي بيني وبين الرب، أنا مش علاقة بس إنه هو رب وأنا معبد، لا، علاقتي بيني وبينه كابن وأب، يعني هي علاقة الافتخار. أعظم إله، أعظم إله هو اللي مات كرمالي وكرمالي واندفن وقام باليوم الثاني كسر شوكة الموت. هذا هو الإله اللي حق، اللي عن جد بيستحق تنزل له كل جبهة، كل جبهة بدها تنزل له. ربنا يباركك يا أخي. ربنا يباركك يا خالد، وبشكرك كثير، بشكرك من كل قلبي حبيبي. أنا بشكركم إنه عطتوني بس هالمداخلة هاي، والرب يا رب يكون معكم ويكون من مجد لمجد، وهالبرنامج هيدا يكون بركة وخير وخلاص للغير. آمين. شكرا جزيلا يا خالد، ربنا يباركك وربنا يحميك.